قام منظمو مسابقة ملكة جمال الكون لكندا بطرد جينا تالاكوفا من المسابقة حين اكتشفوا أنها خضعت لجراحة تجميل جنسي للتحول إلى امرأة، وبعد أن نفى المسؤولون تهمة التمييز الجنسي وقالوا أن سبب طرد المتسابقة يعود إلى الكذب لأنها لم تكتب في بياناتها أنها ولدت ذكرا. أرسل مايكل دي كوهن نائب رئيس التنفيذي والمستشار الخاص لدونالد ترامب رسالة إلكترونية إلى ABC تقول أن منظمة ملكة جمال الكون لكندا ستسمح لجينا بالاشتراك في مسابقة ملكة جمال الكون 2012 بسبب اختلاف المعايير التي تضعها كل مسابقة دولية وإتمامها المتطلبات القانونية في بلدها الأم كندا. وكانت تالاكوفا قد وصلت إلى نهائيات ملكة جمال مدينة فانكوفر قبل منعها من المشاركة في ملكة جمال كندا. وفي التفاصيل أن مدير مسابقة ملكة جمال كندا دينيس دافيلا واجه تالاكوفا بعد أن اكتشف أنها لم تولد أنثى، وهذا ما أدعته على ورقة تسجيلها. فاعترفت تالاكوفا أنها ولدت ذكرا ولكنها امرأة بالفعل، ولم تتوقع أن يشكك أي كان في الموضوع. وفي فيديو نشر على موقع يوتيوب كشفت تالاكوفا أنها أحست بأنوثتها في عمر الرابعة وبدأت علاجا بالهرمونات بعد 10 سنوات قبل أن تخضع لعملية تحويل جنسي في سن 19.